المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائل التالية نقدم لحضراتكم عرضا المسائل هذا المساء. استقبل اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الدكتور سيدي والطها، وعقب المقابلة صرح المدير العام عن فحوى المقابلة. وكانت مناسبة بالنسبة لي لاستعراض العمل الذي تقوم به الفرق المكلفة بالتحضير لمؤتمر باريس، حيث أن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا هو الشريك الاستراتيجي للحكومة التشادية في تحضير المؤتمر. وفي هذا الإطار عملنا مع وزارة التخطيط، وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي، من أجل تعبئة الموارد لهذا اللقاء الهام في باريس. وقد كانت مناسبة لإطلاع فخامة رئيس الجمهورية حول التقدم الجاري في التحضير لهذا المؤتمر، وكذلك تلقي توجيهات فخامته حول ما ينبقي عمله خلال الفترة المتبقية قبل انعقاد مؤتمر باريس، من أجل ضمان مختلف سبل النجاح لهذا المؤتمر الهام. ما هي الاستراتيجية التي وضعت من قبل البنك للمشاركة في المؤتمر باريس؟ لقد سعى البنك بشراكة مع مؤسسات مجموعة التنسيق، مؤسسات التمويل العربية والإسلامية، من أجل حشد الموارد المالية للمشاركة بفعالية في مؤتمر باريس، من أجل الإسهام في تمويل المشروعات التي ستعرضها حكومة تشاد، سواء تعلق الأمر بمشروعات القطاع العام أو بمشروعات القطاع الخاص. نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤتمر نقاش حول الخطة الوطنية للتنمية. المؤتمر ناقش كيفية مكافحة التطرف، العنف والإرهاب. منى حسن سكاية. يجيء هذا المؤتمر النقاشي المشترك من قبل الحكومة التشادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في خدمة الشعوب والأمم حول الخطة الوطنية للتنمية. الهدف من هذا المؤتمر النقاشي تكوين وتدريب جهات فاعلة وأصحاب مصالح مشتركة للتبادل ومناقشة كيفية مكافحة التطرف العنيفة الذي يعدي إلى الإرهاب في العالم أجمع والتشاد على وجه الخصوص. في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي غيتو تيرانا يامباي شكر الحضور وقال إن مثل هذه المشاورات الوطنية جاءت في الوقت المناسب، ومن الضروري التفكير في الحلول المناسبة للأسباب الجذرية للإرهاب التي تتماشى مع السياسة الإقليمية والدولية. هدف الورشة دي مخصوص، يعني عايزين نلقوا حل في مكافحة الإرهاب والتطرف العنفي ده. خلاص هسه كده بدينا الحمد لله، مواصلين إن شاء الله. وبس أنا هنا بصفتنا كنساء، كل جينا بدورنا كونا نوصف كيف نقدر نشاركه في مجال المكافحة دي إن شاء الله. ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قالت بأن الطرفان تعملان جاهدان في الدول الساهلة الخمسة من أجل مكافحة التطرف والإرهاب، وطلبت من المشاركين تنفيذ الخطة التنموية لتشاد ورؤية مستقبلية لعام 2030. عقد اليوم الرئيس الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي التشادي عبد الرحمن غلام الله مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن مختلف القضايا في الساحة التشادية. محمد حسن آدم والمزيد من التفاصيل. تناول رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي التشادي عبد الرحمن غلام الله خلال هذا المؤتمر الصحفي القضايا المتعلقة بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد في ظل الحرية والديمقراطية، كما تطرق إلى أهمية تنظيم الملتقى الوطني لإصلاح مؤسسات الدولة الخاصة بتطبيق وتنفيذ البرنامج السياسي لمرشح التحالف إدريس ديبي إتنو، مشيدا في الوقت
الوقت نفسه بتنظيم الطاولة المستديرة لحشد الموارد المالية وكذا ثقافة الحوار الذي انتهجه رئيس الجمهورية للم شمل ووحدة أبناء الوطن الواحد، كما شدد بضرورة التضامن الوطني والمواطنة من أجل دفع عجلة التنمية والعيش في سلام واستقرار دائمين. هذا وقد تداخل الصحفيون بأسئلة تمحورت حول المبادئ السياسية لحزب الاتحاد الديمقراطي التشادي ومكانته وسط الطبقة السياسية التشادية، بالإضافة إلى مشاركة الحزب في المسيرة الديمقراطية بالبلاد، وأجاب عليها الرئيس الوطني للحزب. تأسس حزب عشان تقدم أفكارك، تقدم بقول له شنو إيديولوجية حقك لبلدك، وتدافع للإيديولوجية حقك. ده أول حاجة أسسنا فوق الحزب، والبي إن دي ده كان اليوم مشت وجابت لنا إمكانياتنا. كان القروش ده كله جاء 1000 وكم مليار دخل في البلد ده يسلح لنا البلد. البي إن دي ده حاجة الشعب يستفيد فوقها، المفروض أن إحنا ما نحارب البي إن دي. بقي أن نشير بأن حزب الاتحاد الديمقراطي التشادي ينتمي إلى أحزاب الأغلبية الرئاسية وله مقعد في البرلمان الوطني، كما أنه يتبنى سياسة الحوار في تسيير شؤون الحزب والحياة العامة.